مغارة هرقل هي معلمة من المعالم الأثرية اللي كاينين في مدينة طنجة ومشهورة عالميا، والاسم ديالها كيرتبط بالأسطورة نتاع أسطورة ميتيكية نتاع هرقل، كتوجد تقريبا في الجزء الغربي نتاع مدينة طنجة، وهي تطل على المحيط الأطلسي، وكيزوروها مجموعة من الزوار، منهم الزوار الأجانب. ويجي الملك فهد الله يرحمه مسكين، ويجي الامير سلمان يجي عندنا هنا ويزور المغاره كلها، ونخدموا مع مرشدين، وبعدين يروح نقصره. يجي كثير، كان لما ما يشتغل كان يجي كثير، دابا يشتغل يجي واحد نهار في العام.